بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما وعدتكم ده اول فيديو في سلسلة الفيديوهات تعليم البلوجر واساسيات السيو. وانا حبيت احط الفيديو ده في البداية لان هو الاساس بتاع الشغل الجاي. لذلك لو اول مرة تزورنا هنا في القناة ياريت تعمل لنا سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وتستنانا بعد الانترو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاكم احمد خضر، وده اول فيديو في سلسلة تعليم اساسيات البلوجر وسيو. وانت طبعا عشان تعمل موقع الكتروني بتحتاج حاجتين، اول حاجة الدومين، تاني حاجة الهوست. بمعنى ايه الدومين وبمعنى ايه الهوست؟ الدومين ده بالظبط عامل زي عنوان البيت اللي انت ساكن فيه، اما الهوست ده عامل زي بالظبط البيت اللي انت عايش فيه. يعني انت طبعا مش هتقدر تستغنى عن العنوان بتاعك ومش هتقدر تستغنى عن البيت اللي انت عايش فيه. طبعا بما اننا في السلسلة دي هنتكلم عن الهوست بتاعنا، فالهوست بتاعنا هيبقى مجانا اللي هو البلوج. لكن الحاجة التانية هي الدومين، احنا هنحتاج دومين قوي نقدر نشتغل عليه ويبقى عنوان لموقع. طب الدومين القوي ده هنجيبه ازاي؟ هو ده موضوع الفيديو النهارده. طب بالنسبه للدومين ده، ايه الشركات المتاحه قدامي؟ يعني مثلا عندي شركه جودادي، عندي شركه نيمشيب، عندي شركه نيم، عندي كذا شركه ممكن اشتري منها الدومينات بتاعتي. لكن طبعا في شركه منهم انا بفضلها لاسباب كتير جدا، وهي شركه نيمشيب. طب هل في شروط ان انا اختار الدومين بتاعي على الموقع؟ طبعا في شروط اساسيه لازم اختارها كويس جدا وانا بنقي الدومين بتاعي، وده اللي هتكلم عنها في الفيديو الجاي. لكن في الفيديو ده انا هتكلم على طريقة شراء دومين بطريقة سليمة، وازاي تجيب اعلى عرض وارخص سعر في الفترة دي، لان احنا في عروض الجمعة البيضاء اللي هي بتبقى في فترة نوفمبر. لذلك انا حبيت انزل الفيديو ده بسرعة عشان الكل يستفيد من العرض ده. هتلاقوا لينك في وصف الفيديو، ادخلوا عليه. اول ما تفتح اللينك ده هتلاقي الصفحة دي بالمنظر ده. الصفحة دي هي عبارة عن الصفحة الاساسية بتاعت شركة نيمشي. هنا بيقول لك ان هو عامل لك عروض للدومينات اب تو 97%. طبعا هو اب تو 97% في بعض الامتدادات، لان انتوا عارفين ان في امتدادات زي دوت كوم دوت نت في كذا حاجه. طبعا العرض ده فاضل عليه 3 ايام، لذلك الكل يحاول يستغله، لان بعد كده طبعا هو برده بيبقى فيه خصومات وهفضل انزل عن الخصومات، لكن انا حابب كله يستفيد في الفتره دي. طب ازاي بقى اجيب دومين؟ اللينك اللي انتوا دخلتوا عليه ده هيفتح لكم الصفحه دي، وبعد كده هتنزل تحت شويه هتلاقي هنا كاتب لك ايه ريجستر يور نيكست دومين. طيب حد فيكم هيسالني دلوقتي يقول لي هو ايه فايده الدومين؟ طب ما انا اشتغل على الدومين العادي بتاع البلوجر اللي هو دوت بلوج سبوت دوت كوم. اقول لك تمام، على فكره انت ممكن تشتغل عليه، لكن عايز اقول لك بصراحه ان بعد كده في ارشفه المقالات وظهور المقالات في النتائج الاولى، مع الوقت محرك البحث جوجل بيفضل الدومينات المدفوعه اللي هي بتبقى دوت كوم دوت نت دوت اورج الكلام ده كله عن الدوت بلوج سبوت. يعني لو انت في نفس كفاءه واحد دوت بلوج سبوت هيختار طبعا الدومين المدفوع. انا دلوقتي هنا هكتب في المربع ده الدومين اللي انا عايز اسميه، مثلا هكتب كوره كل يوم، وبعد كده هضغط على علامه البحث. هنا هيدور لي هل في دومينات متسجله على مستوى شبكه الانترنت الاسم ده ولا لا، وبيقول لي النتائج المتاحه ليا ان انا اختارها. فانا مثلا بيقول لي هنا دوت كوم موجود اقدر اشتريه، وهنا دوت نت موجود ودوت اورج موجود ودوت اي اي ودوت اي اس في دوت اكس واي زد. ده اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اب تو 97%، يعني انت ممكن تشتريه ب1 دولار دوت ار دوت مي. يعني انتوا شايفين طبعا ان اغلى دومينات هتبقى الدوت كوم والدوت نت طبعا، لان هم اعلى كفاءه، وده اللي هتكلم عليه في الفيديوهات الجايه باذن الله. انا مثلا هختار كوره كل يوم دوت كوم واعمل له اد تو كار. وبعد كده هنا بننتقل للمرحله اللي بعد كده. هو هنا عمل لي ان هو تشيك اوت، طبعا هو كان 8.98 بعد الضرايب بقى 9.16. بعمل بعد كده تشيك اوت، وبعد كده بحط هنا البرومو كود. البرومو كود برده هتلاقوه في صندوق الوصف، هو ده اللي هيجيب لك الخصم بدل اللي هي ال 9 دولار دي هيحولها لك تبقى 6 دولار تقريبا. هعمل بيست اهو، ده البرومو كود، بعمل ابلاي. طبعا هنا بيقول لي في مشكله لان انا مش عامل اكونت على النيم شيب، فبمنتهى البساطه هدخل اعمل اكونت بسرعه عشان ما اضيع لكمش الوقت الفيديو ونرجع تاني. رجعت لكم تاني بعد ما عملت الاكونت بتاعي. الاكونت بسيطه، بتحط الايميل بتاعك والباسورد والكلام ده كله زي اي اكونت. بعد كده هنا بيقول لي الاجمالي بتاعي المبلغ ده،
هنا بحط البرومو كود اللي هتلاقوه في صندوق الوصف في الفيديو، بعمل بيست وبعمل ابلاي. المبلغ فجأة اتحول بدل 9 دولار و16 بقى 6 دولار و16، وطبعا 3 دولار في حاجة زي دوت كوم حاجة محترمة جدا، يعني انت تقريبا شاريه ب 6 دولار بس سنويا. بعد كده بعمل هنا كونفيرم الاوردر، هنا بيطلب مني شوية بيانات زي مثلا اسمي زي اسم الشركة، وهنا جوب تايتل وشوية بيانات. طبعا هنا هتحط له رقم التليفون بتاعك، تحط له هنا طبعا الكود بتاعك. بعد كده بتعمل كونتينيو، وبعد كده برضو بتعمل تاني كونتينيو. هنا بيقول لك انت عايز تدفع ازاي، يا ترى عايز تدفع بالكريدت كارد بتاعك ولا عايز تدفع بالباي بال بتاعك. فالكريدت كارد هنا هتحط اسمك اللي على الكارد، وتحط الكارد نمبر، وهنا هتحط تاريخ انتهاء البطاقه بتاعتك والسي في سي اللي هو الثلاث ارقام اللي ورا. وبعد كده بتعمل دفع، لكن ساعات نمشي مش بيقبل بعض البطاقات في مصر، فاحنا هنختار ان احنا ندفع عن طريق الباي بال. هنا في القناه اتكلمنا كتير جدا على طريقه رابط الفيزا بتاعتك بالباي بال، وانت طبعا لو رابط الفيزا بتاعتك بالباي بال هتعمل هتختار الباي بال وتعمل كونتينيو، هيدخل على صفحه الباي بال واوتوماتيك هيخصم ال 6 دولار بتاعتك من الفيزا، وبعد كده خلاص الدومين هيبقى معاك وتقدر تربطه بمدونه البلوجر، وده اللي ان شاء الله هتكلم عنه في الفيديوهات الجايه. ما تحرمناش بقى من اللايك الحلو بتاعك، اعمل لنا سبسكرايب للقناه وتشير الفيديو ده على قد ما تقدر. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم على ازاي تختار الدومين بتاعك، وايه الاسامي اللي انت تختارها، وايه الاسامي اللي انت ما تختارهاش. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.